السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Nursing Informatics. هنتكلم بإذن الله تعالى النهاردة عن موضوع مهم قوي، تكنولوجيا مهمة جدا في مجال الهيلث كير، وهي الموبايل هيلث تكنولوجي أو ما يطلق عليه اسم ام هيلث. ايه الام هيلث ديت؟ يعني ببساطة شديدة تكنولوجيا الرعاية الصحية باستخدام الموبايل أو معتمدا على تطبيقات الموبايل. في البداية الـ mHealth طبعا هي عبارة عن Rapidly Developing Factor in Healthcare Today، بتتطور بشكل كبير قوي وبدأوا يعتمدوا عليها في أوقات كتيرة جدا. هي بتعتبر تكنولوجيا واعدة قوي في مجال الـ Healthcare، ويوم عن يوم بيزيد الاستخدام بتاعها. يعني عايزين نقول إن في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 83% من الفيزيشنز او من الاطباء المعالجين اوريدي بيستخدموا تكنولوجيا الام هيلث عشان يقدروا يقدموا خدمات الرعايه الصحيه المختلفه للمرضى. الام هيلث هي عباره عن ايه؟ يعني عايزين نعرف يعني ايه ام هيلث. فالام هيلث هي عباره عن ميديكال اند بابليك هيلث براكتس، يعني ممارسه صحيه للانشطه الطبيه والعلاجيه supported by mobile device، بقدمها عن طريق خدمات الموبايل او من خلال التكنولوجيا استخدام التليفون المحمول. It is the use of smartphones، بستخدم الموبايلات، tablets، اجهزة التابلت او اي other mobile device تاني او اي جهاز محمول تاني عشان اقدر اوصل الهيلث كير للمستفيدين بتوعه والخدمات الصحية للناس في أماكنها من غير ما الناس تبدأ تتحرك. هيلث كير بروفايدر بيستخدموا الموبايل هيلث تكنولوجي، تمام، عشان ايه؟ بيتفيدهم في ايه ديت؟ طبعا البروفايدرز هنا المقصود كل حد بيقدم الخدمات الصحية دي، يعني قد يكون الطبيب، قد يكون النيرس، قد يكون اي حد بيقدم خدمة صحية. ليه؟ من خلال الموبايل بيقدر يأكسس الكلينيكال انفورميشن، يعني من خلال الموبايل بتاعه وهو موجود في اي مكان بيقدر يأكسس المعلومات الطبية من خلال الابليكيشنز اللي تنزل على الموبايل اللي لها علاقة بالهيلث، واللي من ضمنها ان يأكسس الاي اتش ار بتاع المريض، الاي اتش ار اللي هو الالكترونيك هيلث ريكورد او السجل الصحي للمريض، السجل الالكتروني بتاعه. يبقى ممكن الدكتور في اي مكان من خلال الموبايل يفتح الموبايل بتاعه ويبدا ياكسس الريكورد بتاع المريض ده. يقدر كمان من خلال الام هيلث انه يكولابوريت ويز كير تيمز. يعني ايه الكلام ده؟ يقدر يحصل كوبريشن او تعاون او يتناقشوا ما بينه وما بين الفريق الطبي كله اللي بيعالج المريض ده، بدون طبعا ما يبقوا متواجدين مع بعض فيزيكال في مكان واحد، لا ده ممكن من خلال الموبايل. الاهم من ده انه بيقدر يتم عملية التواصل ده بما يطلق عليه اسم STM اللي هو Secure Text Message. يعني ايه Secure؟ يعني الرسائل اللي بتتم ما بين الفريق الطبي وبعضها بيحصل لها نوع من الانكريبشن او التشفير، يعني الداتا بتاعت محدش يقدر حد يقدر يخترقها او يتعامل معاها. كمان من خلال الام هيلث دوت اقدر اكوميونيكيت مع البيشنتس، يعني انا كبروفايدر للهيلث كير سواء كنت نيرس سواء كنت بيشنت سوري سواء كنت دكتور اقدر اتواصل مع البيشنتس في اماكن في اي مكان هم فيه من غير ما اروح لهم، تمام. وده بيتم عن طريق بقى حاجه اسمها بيشنت بورتلز، يعني زي ما الموبايل اب دوت فيه ابلكيشن للدكاتره والتمريض، في كمان بورتال او بوابه بتبقى بوابه الكترونيه خاصه بالمرضى بيخشوا عليها ويبداوا يتعاملوا مع القصه دي. من ضمن الحاجات التانيه برضو اللي بيستخدم فيها الام هيلث بالنسبه للبروفايدرز انها بتوفر ريل تايم مونيتورنج اوف بيشنتس، في مرضى بيبقوا محتاجين انك انت تتابعهم ريل تايم في الوقت الحقيقي اونلاين 24 ساعه او تطمن عليهم بنفسك بدون ما تتحرك، بدون ما الطبيب يتحرك من العيادة بتاعته أو المستشفى، بدون ما ممكن لأسباب ما المريض ده أو البيشنت مش محتاج إنه يقعد في قلب المستشفى، فممكن المريض التمريض يتابع الحالة بتاعته من خلال الموبايل آب دوت، تمام؟ بيبروفايد كمان هيلث كير ريموتلي، وده اللي إحنا هنتكلم عليه في نهاية المحاضرة، اللي هو حاجة بنسميها التلي ميديسن أو الطب عن بعد. يعني انا ممكن اشوف الاعراض واشوف اقدر اخصص لك او اقدر العلاج عباره عن ايه اللي بيناسبك
واقدر اجاوبك عليه بدون ما تنتقل من مكانك. طيب بالنسبه بقى للبيشنت، البيشنت بيستخدموا الموبايل هيلث تكنولوجي في ايه او الام هيلث في ايه؟ بيستخدموها في حاجات كتير قوي. اول حاجه ان المريض بيبقى عايز يطمن على صحته، فمن خلال الموبايل هيلث او الام هيلث تكنولوجي والابلكيشنز بتاعته يقدر يتابع زي الديفايسز اللي احنا اتكلمنا عنها في الويرابل ديفايسز، زي اللي قدامنا دي اللي هي السمارت ووتش اللي احنا شايفينها قدامنا دي. السمارت ووتش دي من انتاج شركه اسمها فيت بيت. فيت بيت دي من الحاجات اللي بتنتج سمارت ووتش مهمه قوي، اللي بتلبسها او البيشنت بيلبسها بيقيس الضغط والسكر والكالوريز، مقدار حرق الدهون عباره عن ايه، والستبس او المشي اللي مشيه، وحاجات كتير كده من القياسات الحيويه بتاعه البني ادم من دي. فالبيشنت ده اغلب هذه الاجهزه بتبقى زي ما احنا شفناها في الويرابلز بتبقى متوصله بابلكيشن على مين؟ على الموبايل. طب ما هو الابلكيشن اللي على الموبايل ده هو ده اللي بنسميه ام هيلث، لان الديفايس ده بيقرا القرايات ويبدا يبصيها ويخزنها على الموبايل بتاعك، او قد يكون هيبعتها للسيرفر، وبالتالي دي حاجه كويسه. يقدر كمان البيشنت يستفاد بالام هيلث بان هو ياكسس الكلينيكال ريكوردز بتاعته. يعني ايه اكسس الكلينيكال ريكوردز؟ مش كل مريض بيبقى له سجل مرضي وفي بيانات وفي اشعاعات وفي تحاليل وفي حاجته. ده انا مش محتاج انه يبقى معايا لابتوب وادخل عشان اقدر اتعامل، ده من خلال ابلكيشن انزله على الموبايل انا اقدر اخش واشوف الحاله الصحيه بتاعتي كلها، او ان انا حتى برضو من خلال الموبايل افتح ما يطلق عليه اسم اللي لسه قايلين دلوقتي اللي هو اسمه بيشنت بورتال. بيشنت بورتال يعني ايه؟ السجل المريض او البوابه بتاعه المريض اللي بيخش يقدر ياكسس منها كل حاجه تخصه. طيب ممكن كمان من خلال الام هيلث بتاع البيشنت ده بيقدر يكومينيكيت مع البروفايدرز، مع الدكتورز ومع النيرسنج والكلام ده، عشان يقدر يبعت ايميل، يقدر يبعت تكست مسج، وسكيور كمان يعني امنه جدا متشفره ما بيبقاش فيها اي حد يقدر يطلع عليها، ما علاقه بير تو بير او وان تو وان من المريض للدكتور على طول، او من المريض للنيرس يقدر يشوف الكومبلين بتاعته عباره عن ايه ويبدا يتعامل مع القصه دي. طيب واضح انه احنا لسه بنقول ان الام هيلث حاجه بروميسنج قوي، والناس بتتحول لها، والناس بدات تعتمد على انها تبروفايد الخدمات الصحيه من خلال الام هيلث. واستعرضنا دلوقتي البيشنت بيستفاد من الام هيلث ازاي، واستعرضنا كمان البروفايدرز او الهيلث كير بروفايدرز بيستفادوا ازاي من الام هيلث دي. لكن بالرغبه من كده الى ان في مجموعه من التشالنجز او التحديات موجوده ليه عند الموبايل هيلث دي. ايه هي التحديات دي؟ تعالوا نشوفها. اول تشالنج موجوده عندي معايا ان لازم دايما الداتا بتاعه المريض دلوقتي بقت متاحه على الموبايل، فانا لازم ابروتكت ذا برايفسي اوف ذا بيشنت انفورميشن. يعني ازاي احمي الخصوصيه بتاعه المعلومات بتاعه المريض اللي بقت موجوده على الموبايل ديفايس. لو الابلكيشن دوت ولو الام هيلث ديت ما وفرتليش نوع من البرايفسي والخصوصيه ان انا احمي الداتا بتاعتي، يبقى انا عندي مشكله فيه. فدايما لازم الابلكيشن اللي هيطلع ام هيلث ده لازم يحمي لي الخصوصيه بتاعتي. الحاجة التانية، الابليكيشن اللي نازل عندي على الموبايل ده برضه هيأكسس حاجات تانية. يعني ايه هيأكسس حاجات تانية؟ هيأكسس مثلا الاي اتش ار اللي هو الالكترونيك هيلث ريكورد. طب ما هو الالكترونيك هيلث ريكورد ده محطوط على سيرفرات بطريقة معينة وبنظام معين، هل الموبايلات والابليكيشن اللي موجود على الموبايل هيبقى عنده القدرة على ان هو يقدر يحصل له كوميونيكيت او يتواصل مع المنصات المختلفة ديت؟ منصة بتاعة الـ HR هنا نازلة على حاجة، وهنا نازلة على حاجة مختلفة، وهنا نازلة على حاجة مختلفة. فعشان كده محتاج ان انا انشور ذا interoperability اللي هي تقدر تقول الكونسيستنسي، يعني مدى التوافق ما بين الموبايل هيلث تكنولوجي وما بين التكنولوجي الثانية اللي هو بيتصل بيها، اللي هي من ضمنها الـ HR الالكترونيك هيلث ريكورد. كمان محتاج احدد مين الام هيلث اب اللي هي السيرفيس اللي انا بامن عليها وموست افكت، لان ممكن يبقى الابلكيشن دوت عباره عن فيك فيشنج بيستخدم للتصيد، ياخدك معاه ويسرق الداتا بتاعتك ويسرق البيانات بتاعتك، او يبدا يتاجر بيها لشركات التامين
والمؤسسات الصحية اللي هي مش كويسة، وبالتالي دي كلها عبارة عن تحديات محتاج ان احنا نتكلم فيها. الموبايل هيلث ابس للبروفايدرز طبعا هي عبارة عن بروجرامز، برامج بتتحمل على السمارت فون او على التابلت او على قلنا اي موبايل ديفايس، جهاز يعني بيتحرك. البروفايدرز بيبداوا يستخدموا البرامج دي عشان تساعدهم في الكلينيكال سبورت وعشان اثناء الزياره بتاعه المريض له. بيقدر كمان البروفايدر اللي هو احنا اتفقنا البروفايدر الهيلث بروفايدر ده المقصود بيه حاجتين، الطبيب والنيرسينج كمان الاثنين. فبيقدر من خلال الابلكيشن ده يقدر يعمل فولو اب للبيشنت، يتابعه سواء عن طريق انه يقدر يبعت له أو يخلي البيشنت يبعت له قرايات معينه عن طريق انه لابس ويرابلز معينه يقيس ضغط سكر حراره ويبعت له ويتابع الحاله بتاعته عامله ازاي، او لو عنده اي سيمبتومز او اعراض يقدر يقول عليها ويبدا يتعامل معاها. دي اشهر الابلكيشنز اللي موجوده للهيلث كير للبروفايدرز للناس دي. في عندنا حاجه اسمها هيلث تكساس ديت، وفي عندنا ابلكيشن تاني اسمه هيلث كير موبايل. ده من الفيو والانترفيس بتاع وجهه نظر الدكاتره والتمريض، الناس اللي بتبروفايد الهيلث كير او خدمات الصحيه. بالنسبه بقى للكونسيومرز او المستهلكين بيقولوا انه متوقع انه 500 مليون شخص ممكن بيستخدموا الموبايل هيلث اب في 2015. ده خلى الشركات الكبيره زي شركه ابل وشركات جوجل ومايكروسوفت كلهم يحاولوا ان هم يبداوا يسوقوا المنتجات بتاعتهم الجديده اللي بتستخدم او الموبايل هيلث اب مع الاجهزه اللي اوريدي بتتباع كويس للفيتنس والحاجات الرياضيه. احنا اتفقنا ان معظم الحاجات اللي هي الويرابلز يعني معظم المستهلكين بتوعها بيبقوا الناس بتوع الفيتنس واللي بيمارسوا رياضه والكلام ده، فبدات الشركات دي تسوق في نفس المتاجر ديت او الستورز ديت الابلكيشنز الثانيه بتاعه الهيلث، يعني يبقى الراجل رايح يشتري حاجه خاصه بالفيتنس والكلام ده ورعايته الصحيه واللياقه بتاعته واللياقه البدنيه بتاعته، يوم يبدا يقول له عارف الابلكيشن ده كمان كويس جدا ومفيد للهيلث وده بيقيس لك، فبداوا يسوقوا ده كسوق ويبدا يتعامل معاه. من شويه عمالين نجيب سيره كل شويه حاجه اسمها بيشنت بورتال، تمام، او اللي هي البوابات الالكترونيه للمرضى. كلمه بورتال بتطلق على اي ويب سايت بتقدر تعمل له اكسس من اي لحظه من اي مكان في اي وقت عشان يبروفايد او يوفر لك معلومات. وميزه البورتال دايما انه دايناميك ويب سايت. يعني ايه دايناميك ويب سايت؟ يعني ده ويب سايت البيانات اللي عليه بتتغير وبتتحدث كل شويه. يعني مثلا الويب سايت بتاع الجامعه بنقول عليه بورتال لانك لما بتدخل عليه دايما بتلاقي الاخبار بتاعه الجامعه في التو واللحظه، وفي منصات خاصه باعضاء التدريس ومنصات تانية خاصه بالطلبه وحاجات زي كده. المواقع بتاعه الجرايد اليوم السابع مش عارف ايه الاهرام الاخبار حاجات زي كده، ده لو دخلت عليه دلوقتي خلاف كمان 10 دقائق خلاف كمان ربع ساعه خلاف كمان ساعه، ده كده بنسميه بورتال لانه بوابه الكترونيه لان الداتا بتتحدث فيه. فالبيشنت بورتال هي عباره عن بوابات الكترونيه للمرضى. فالبورتال ده ممكن يبقى ويب سايت دايناميك اللي هو كل مريض بيخش بيوزر نيم وباسورد خاصه بيه وفي كل حاجه لها علاقه بالمريض، المتابعات الميديكيشن بتاعته الحاجات اللي زي كده. البورتالز دي بتبقى ميزتها ان انا عايز ادخل عليها من اي حته، فهم بيوفروا انك انت تقدر تدخل عليها من خلال متصفح الانترنت الويب براوزر لو انت معاك موبايل، لو انت معاك جهاز كمبيوتر او تاب او بتاع دوت لابتوب، او انك انت بقى اعمل لك ابلكيشن موبايل تنزله على الموبايل بتاعك او تنزله على التابلت بحيث انك انت يوفر لك انه ده انترفيس تقدر تخش عليه وتعمل براوزنج وتقلب من خلال الموبايل اب اللي احنا بنقول عليه. فالبيشنت بورتال من الحاجات المهمه جدا اللي بيسمح للبيشنت ان هم يتشكوا كل حاجه تخصهم، اللاب ريزلت مثلا، البريسكريبشنز الوصفات، ميديكال ريكورد بتاعه، كل حاجه لها علاقه بالكلام ده. ده مثال لبيشنت بورتال. تلاقي بقى حاجه تخص الداتا والمسجات بتاعته والديفايس، وتلاقي كل حاجه بقى تخصه الهارت ريت بتاعك والكونديشنز والظروف الصحيه والالرجي، ده الميديكال ريكورد بتاعه، كل حاجه يقدر يتعامل معاها. ده البيشنت بورتال. لو كان على اللابتوب بيبقى موقع ويب سايت على الانترنت بالطريقه دي، طبعا له لوجن
على التابلت هيبقى شكله بالطريقه ديت، على الموبايل اب يبقى الانترفيس بتاعته بالشكل ده. فالبيشنت بورتلز طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي بسمح بيها ان انا احطها كموبايل اب اقدر اخش وابدا اتعامل معاه. وطبعا الموبايل انيبل دي اتش ار الالكترونيك هيلث ريكورد او السجل المريض الالكتروني ازاي اقدر اخش عليه من خلال الموبايل. فالبروفايدرز دايما بيقدروا ياكسسوا الاي اتش ار بتاع المريض ده اني تايم اند اني وير من اي جهاز سمارت فون او تابلت او اي حاجه، وده بيساعد البروفايدرز ان هم يوفروا وقت بان هم مش لازم يبقوا موجودين في الاوفيس بتاعهم او في الهوسبيتال بتاعهم عشان يقدر يابديت البيشنت حاله البيشنت او الشارتس بتاعته او انه يعمل بريسكرايب للميديكيشن بتاعه. لا ده ممكن يابديت في اي لحظه وهو قاعد في بيته ويقدر يتابع الحاله، لو الحاله اتغيرت يقدر يعمل معاها حاجات كتير جدا في القصه دي. ده مثال الموبايل انيبل دي اتش ار، ده ابلكيشن موبايل بالشاشات بتاعته المختلفه زي ما احنا شايفين عشان يقدر ياكسس كل حاجه لها علاقه بالمريض بالايكونز المختلفه اللي قدامنا دي، ويقدر يتابع الحاله بتاعته واقدر اشوف كل حاجه لها علاقه بيه. من اهم ما يميز الموبايل هيلث ابلكيشن هو وجود حاجه بنسميها سكيور تكست مسج. سكيور تكست مسج اللي هي المسجات النصيه الامنه. يعني ايه مسجات نصيه الامنه ديت؟ يعني انه بيسمح لك ان احنا لسه قايلين ان البروفايدرز اللي هم بتوع الهيلث كير بيقدروا يكومينيكيتوا مع الناس الثانيه، مع البيشنتس، مع التيم، مع كل حاجه من الحاجات دي، من خلال انه يقدر يبعت مسجات مثلا زي شات كده او حاجه. الميزه بقى ان ده بيتم ببروتوكول اسمه STM سكيور تكست مسج، يعني الحاجات بتتشفر وبالتالي مفيش فرصه للاختراقات ولا للكلام دوت، كل الداتا بيحصل لها انكريبشن عشان تبقى امنه ومحدش يقدر يتعامل معاها. بيشنت مونيتورنج ديفايسز في حاله الكرونيك ديزيز، في الحالات اللي هي الامراض الكرونيك المزمنه، بيبقى حاجه لطيفه وكويسه ان اقدر اجيب اي ويرابل ديفايس زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي بيقيس الحاجات زي البلاد بريشر، ضغط الدم والويت والجلوكوز والحاجات اللي زي كده 24 ساعه مع المريض، واربط القرايات دي بموبايل بجهاز موبايل، فيبدا كمان الموبايل يانالسز الداتا دي ويقدر يدي الارت للاثنين، للبيشنت وللدكتور كمان، واللي خد بالك المريض بتاعك في حاله دلوقتي خطره محتاج ان هو يتوجه مثلا لاقرب مستشفى او حاجه عشان اقدر اتعامل معاه. فطبعا دي بتبقى حاجه مهمه جدا انه الديفايسز دي تستخدم في عمليه المونيتورنج بتاع البيشنت، بما ان اصلا المريض ما بيسيبش الموبايل بتاعه، فهو ده من الحاجات الكويسه جدا ان احمل على الموبايل ابلكيشن للهيلث كير ويقدر يتابع لي ويتربط كمان الابلكيشن ده باي ويرابل ديفايس موجود معايا. من الحاجات اللي قلناها حلوه قوي اللي هي التلي ميديسن. التلي ميديسن هو الطب عن بعد، اللي هو مش محتاج ان المريض يتوجه للعياده او للمستشفى بتاعه الدكتور. ازاي؟ عن طريق المنظر اللي احنا شايفين قدامنا ده، المريض بيبدا يكومينيكيت مع الدكتور، ممكن يبقى فيديو، ويبدا مثلا يقول له الاعراض عباره عن ايه. طيب ما هو الدكتور بيبقى محتاج يكشف، او ممكن بقى باستخدام اي ويرابل ديفايس يقيس له حراره وضغط ودرجات ويديله بروفايل للكلام ده. وطبعا مش في كل الحالات بتبقى تنفع الحكايه بتاعت التلي ميديسن ديت، بس باستخدام التكنولوجي وباستخدام الروبوتس وباستخدام الويرابل ديفايس انا ممكن احل كل المشاكل اللي قدامي ديت. طبعا ده بيبقى كويس قوي في ظروف زي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الظروف بتاعت الكورونا والحجر الصحي وان الناس ما بتنزلش والعيادات ما بتفتحش، فبالتالي احنا ممكن نوفر الكلام ده حتى التكلفه بتاعته بتبقى اقل. يعني التلي ميديسن بيسمح للهيلث كير بروفيشنالز ان هم يعملوا ايفالويت، يقيموا ويدايجنوز ويشخصوا ويعملوا تريت للبيشنت ات ا ديستانس، على مسافه بعيده، باستخدام التلي كوميونيكيشن تكنولوجي او تكنولوجيا الاتصالات. وده بيوفر لي بيتر اكسس للهيلث كير للناس الايزوليت بيبل، الناس المعزوله لاي سبب، بيتر بريفنتيف كير، العنايه وقائيه كويسه، اند ريديوس ذا كوست اوف كير، والتكلفه مش هتبقى زي ما انت تروح هناك تبدا تتعامل مع القصه دي. موبايل هيلث اب حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي بتتطور اليومين دول بشكل كبير، وبدا الاعتماد عليها بشكل مهم جدا جدا. شكرا لحضراتكم.